النهارده 21 مايو يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي. الشاي هو المشروب الأشهر والأكثر انتشارا في العالم كله، وطبعا نفس الوضع عندنا في مصر، لأنه أغلب المصريين بيعتبروا الشاي ده جزء أساسي من اليوم. يعني في ناس ممكن تشرب كوباية في اليوم، وفي ناس بتوصل معاهم لأكثر من 5 وساعات 10 كوبايات شاي في اليوم. الشاي نفسه المفروض انه هذا المشروب اصوله بتعود الى اكتر من 5000 سنة. بيتم انتاج حوالي 6 مليون طن من الشاي في جميع انحاء العالم سنويا. الصين هي اكبر منتج للشاي، بيليها الهند. فمصر بقى الشاي مش مجرد مشروب، الشاي ده جزء من حياة ملايين المصريين. كوباية الشاي هي المزاج وهي المشروب الرسمي بعد كل وجبة. يلا شاي على بوستة، سكر بوستة يا باشا. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب. احنا موجودين النهارده على القهوة عشان نعرف ايه سر حب المصريين في الشاي في اليوم العالمي للشاي. الشاي بالنسبة للناس حاجة مهمة، حاجة أساسية في اليوم ليهم. يعني أنا بشرب حوالي من 6 ل7 كوبايات شاي في اليوم. أنا بشرب 4 كوبايات شاي مثلا في اليوم. كل قهوة ممكن نشرب عليها في اليوم مش أقل من 10-15 شاي. بشرب مثلا 7 كوبايات شاي في اليوم. في شاي أخضر، في شاي بربري، في شاي بحليب عادي، في شاي فتلة، في شاي فريسكا، في شاي سكر بوسطة، زبون بيقول شاي خفيف، في شاي زبون بيقول شاي مظبوط، في زبون بيقول شاي تقيل قوي. عايز 8 شاي، في واحد ميزة، في واحد بليمون. اللي سمعته كويس لعضلة القلب وكويس للصداع وفي حاجات مفيدة برضه. الشاي طبعا هو بيعمر المخ وبيخلينا ان احنا نبقى فايقين شوية، وطبعا احنا الشعب المصري كله كده عايش على الشاي. بحبه يبقى سكر زيادة والشاي خفيف. بحبه تقيل شوية. انا بحب الشاي خفيف على طول. الشاي بالنسبة لي حياة، يعني لكن لازم اشربه كل يوم، ما ينفعش استغنى عنه. حتى في رمضان في الصيام فبموت اشرب شاي. الشاي يعتبر حاجة أساسية بالنسبة لي. يعني هو الشاي بالنسبة لي كيف؟ أهم حاجة الشاي في حياتي أولا. أنا لو ما شربت الشاي يبقى مزاجي مش رايق. شكرا لآية الجيار، تقرير حلو قوي. برحب كمان بدكتور هاني جبران معانا على الزوم. دكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية والسمنة. يا دكتور أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. الحمد لله على سلامتك يا هاني. الله يسلم حضرتك يا دكتور. بس كلمنا شويه كده سريعا على الشاي، ايه الفوائد اللي للشاي وايه الاضرار؟ لانه في ناس كمان بتشرب شاي بهستيريا، يعني في ناس اعرفها بتشرب 8 و9 و10 كوبايات شاي في اليوم. هو في بيحصل كده فعلا، وده مش حاجه مظبوط على فكره. هو النهارده اليوم العالمي للشاي، لكن مش معنى ان اليوم العالمي للشاي نضرب شاي في ليل نهار. يعني لان برضه من الشاي كتره غلط على فكره، لان في كميه الكافيين فيه كتير قوي، فكميه الكافيين مع خصوصا مع اولادنا هتبقى خطر. اللي عايز يذاكر الكلام ده كله نشرب قهوه وشاي هيزود ضربات القلب، وخصوصا كمان للناس اللي هي تقول لك طب انا هشرب شاي اخضر ده صحي اكتر، انا اكل اللي انا عايزاه واشرب شاي اخضر برضه. لا، الكلام ده برضه مش مظبوط. هو الشاي كويس ما قلناش حاجه، لكن كتره غلط. كله واشربه ولا تصرفه. يعني ايه؟ يعني ما نكترش من اي حاجه حتى لو كانت كويسه. وبالنسبه للشاي الاخضر بالذات، للناس اللي هي بتقول لك شاي اخضر ده ما فيهوش اي حاجه، لا، كميه الكافيين فيه في الشاي الاخضر عاليه جدا. طيب الناس السيدات الحوامل والمرضعات ما ينفعش يشربوا شاي اخضر كتير. طيب مره مرتين بمناسبه كفاية. الشاي الاخضر يا دكتور برضه بيشتغل. طيب الشاي الاخضر في ناس بتقول ان هو بيخسس، هل بالفعل بيخسس؟ لان في ناس برضو بتشربه كتير قوي قوي على اساس انه بيحرق الدهون او بيخلي الناس تفقد وزن على طول. كويس، لو شربنا جردلين شاي اخضر كل يوم وقرفه وجنزبيل كل يوم مش هنخس طول ما بنعملش نظام غذائي. النظام الغذائي ده حاجه متكامله مع بعضيها. لازم نعمل نظام غذائي
شاي اخضر هيساعد لكن مش هو ده اللي هناخده على طول، هو ده اللي يخسسني. مش ناخد واحده تقول لي اخد حبوب شاي اخضر هو ده اللي هيخسس، عمر ما هيحصل كده ابدا طول ما بنعملش نظام غذائي صحي وتبع تشرف طبي، والاهم نعمل التحاليل اللازمه علشان نتاكد ما فيش اي مشاكل صحيه مصاحبه ليه. الشاي يا دكتور، في ناس بتشرب الشاي على طول بعد اي وجبه، يعني على طول، هل لازم ناخد شويه وقت؟ لان انا اللي اعرفه انه الشاي بعد الاكل على طول، اعتقد ما كانتش دي معلومه غلط يعني، انه بيعمل مشكله في الحديد في الجسم. كويس، حكايه كويس السؤال دوت، لان في ناس كتير قوي معتقده ان هي لو شربت شاي وبعد الوجبه يبقى كده الحديد مش هيمتص. ده لو كان شاي تقيل قوي، اللي هو الشاي الصعيدي يعني، اللي هو كميه التيتانيوم فيه عاليه جدا، لكن في الشاي العادي بتاعنا لا، ده ما فيش منه مشاكل. لا مش مشكله. وفي حاجه ثانيه كمان مهمه قوي، ان الناس معتقده ان لو حطينا اللبن مع الشاي يبقى كده الشاي فقد، ولا اللبن فقد قيمته والكلام ده كله. الغذائيه لا، مش هو كده خالص. الشاي مع اللبن مفيش منه مشاكل، الاهم لو احنا عايزين نعمل نظام غذائي يبقى لبن خالي الدسم وكميه قليله، لان اللبن فيه كميه سكر كتير اسمه سكر اللبن، فلو احنا خدنا شاي باللبن نفس الكلام مش هيحصل اي حاجه، شاي سخن، شاي ساقع، كل الكلام ده هي هي. طيب المهم نستمتع، لكن كتره غلط. احنا عندنا في مصر ادمان اسمه الشاي باللبن. يعني الشاي باللبن ده عشق كده، ناس كتير جدا جدا بتحب تشرب شاي باللبن وبتشربه في كميات كبيره، هل بالفعل كمان الشاي باللبن كتره مش صح، وان هو ممكن يتسبب في زياده الوزن بشكل كبير؟ دي حقيقه فعلا. انا لو اللي هتاخد شاي بلبن مره مرتين وتاخد لي لبن كامل الدسم وتحليه بالعسل يبقى كده هتزيد في الوزن اكيد. تقول لي ده ممكن احط شاي اخضر كمان، لا ما ينفعش الكلام ده. احنا لازم نبقى تحت اشراف طبي، دي اهم. نمره اتنين، ما نكترش من الشاي باللبن، يبقى مره مرتين بكتير قوي. وحبه اللبن اسمه شاي باللبن، مش كوبايه لبن عليها شويه شاي، لا، يبقى شاي باللبن كوبايه لبن شويه شاي عليها كتير وشويه لبن صغيرين يعني. طيب الفتره الاخيره هي حاجه يعني بعيدا شويه عن الشاي، سمعنا بعض الحاجات على ال بيسموها ايه، النودلز، اللي هي الحاجات اللي هي زي المكرونه اللي موجوده، اللي هي الجاهزه اللي موجوده في السوق، واللي بيبقى عليها كميات كبيره جدا جدا من الشطه، وشفنا بعض الحكايات عن بعض الشباب او الاطفال اللي بيقولوا ان هم توفوا بسبب انها عملت لهم التهابات في المعده والتهابات في الامعاء، والاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، مش الاطفال بس الحقيقه كلنا، يعني الحاجات السبايسي قوي دي، وبتبقى سريعه على طول في التحضير، في 5 دقائق تبقى عملت وجبه زي المكرونه. فالحاجات دي خطر فعلا. طيب كويس ان حضرتك فتحت الموضوع، لان هو ده موضوع الساعه فعلا، واللي هو الشعريه سريعه التحضير، يقول لك المصري ولا اللي جايه من كوريا، ده بتاعت كوريا مختلفه. يعني انا لسه النهارده جاي لي طفل بيقول لي لا ده بتاع كوريا، احنا بناخد المصري مالناش دعوه بتاع كوريا. قلت له بص، الشعريه سريعه التحضير ديت غير صحيه، دي نمره واحد. ومفيش حاجه اسمها الاولاد هم اللي عايزين. على فكره احنا اللي بنربي اولادنا مش اولادنا اللي بتربينا، يعني ايه؟ يعني احنا نقول لهم لا، يعني لا. اللي حصل حاله الوفاه، البقاء لله، بس حاله الوفاه هل هي بسبب الشعريه سريعه التحضير الكوري او العاديه؟ لازم ناخد بالنا بقى، لان هي موجوده من زمان، والناس كتير يقول لك احنا بناخدها وما بيحصل لناش حاجه والكلام ده كله. هو ممكن يكون حصل حساسيه من المنتج، هو غير المنتج او خد كميه من السبايسز اللي موجوده، كان عنده حساسيه هي اللي سببت له مشاكل وسببت له التهابات وسببت له الحساسيه، فهي دي سببت له الوفاه. ما نقدرش نجذب الحكايه دي الا لما نتاكد طبعا. لكن في العموم يا دكتور، عشان اي حد بيسمع لان هي بتبقى حراق قوي وبيبقى فيها سبايسز كتير، يعني بتبقى حاجه كده مملحه قوي، وطبعا هي طعمها المفروض حلو، خاصه الناس اللي بتحب الحاجات الحراقه، بس على المدى البعيد الناس اللي بتاكلها كتير خطورتها ايه؟ ايوه، هي الشطه الكتير اللي موجوده، وخصوصا اللي جايه من كوريا او اللي موجوده حتى في مصر هنا، اللي عنده حساسيه وعنده التهابات في المعده ممكن تسبب لي مشاكل في المعده، وهتبدا تسبب لي قرح
وممكن تسبب مشاكل وبواسير والكلام ده كله. فاللي عنده مشكله اساسا فما فيش داعي ابدا ياخدها او ما يحاولش يجربها. ممكن يجرب الشعريه العاديه، عايز شعريه سريعه تحديد، انا عايز اخلص الليله، او خصوصا اولادنا اللي بيخرجوا وبياخدوا الحاجه ديت من الشارع ويحطوا ميه مغليه عليها وياخدوها بخمسه جنيه والكلام ده كله، الكلام ده غير صحي. واحنا اللي نربي اولادنا نقول لهم لا احنا هناكل في البيت، لكن الشطه ممكن تسبب مشاكل صحيه، ممكن تسبب لي التهابات كتير، فاحنا نحاول بقدر الامكان نمتنع عن الاكل الخارجي يا ريت. لكن هل هي دي اللي سببت الوفاه؟ عشان نتكلم بصراحه احنا ما نقدرش نكذب، دي قصه ثانيه. لان ما بتسببش الوفاه، ممكن يكون عنده حساسيه هي اللي سببت الوفاه، مش الشعريه سرعه التحضير. ربنا يرحم هذا الطفل. طبعا القصه اللي حضرتك بتتكلم عليها بس احنا بنتكلم بشكل عام زي ما حضرتك اكدت ان فكره الحاجات الحراقه قوي او اللي فيها شطه هي في كل الاحوال مفروض ان هي حاجه ضاره، وخاصه لو بتتعامل كل يوم بكميات كبيره او بكميات شطه كبيره على المدى البعيد بتسبب مشاكل كتير جدا في الجهاز الهضمي، ولو كمان الانسان عنده استعداد او عنده حتى مشاكل بسيطه بتزود هذه المشاكل. بشكرك الدكتور هاني جبران استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه.